على بركة الله تتواصل الانطلاقات. ينطلق الشوط الثاني، الشوط الخاص بالجعدان من خلال هذه المنافسة على أرضية هذا الميدان. انطلاق شوط يحمل الإثارة والقوة في هذه المنافسة لمسافة 3 كيلومترات من هذه الأسماء التي انطلقت هنا باحثة عن أول الاندفاع. نذهب إلى المركز الأول، ناصي مبارك محمد بن نخيرة الشريفي في المركز الأول، بينما في المركز الثاني مرموق مطر بن سلطان بن مطر بن مرخان الاشتبي. المركز الثالث دخول من ناصي مانع بن محمد بن نخيرة العزيزي، بينما المركز الرابع هذا مياس السهيل بن رملي محمد العامري. وعلى المركز الخامس يتدخل في هذه اللحظة المتحد حامد بن محمد بن سالمين العامري. هناك على المركز الخامس من خلال هذه الأسماء وصل في هذه اللحظات سعد سلطان بن غالب بن راشد المنصوري. وفي المركز السابع هناك نذهب مباشرة إلى وجود شاهين محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. وعلى المركز الثامن أرى الأسماء ما شاء الله والدخول القادم بقوة في هذه الانطلاقات مع لحظات ظفر لناصر بن سعيد بن سالم العمري. وعلى المركز التاسع مباشرة إلى وجود شاهين ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي. والمركز العاشر يا سلام يا سلام يا سلام المركز اجتماع حميد بن عامر بن سعيد العمري. هذه الأسماء ونحن نقترب هنا من لحظات البداية والانطلاق، ووجود أيضا هذه التحديات مع منتصف المسافة. البداية كما بدأها في المركز الأول ناصي مبارك محمد بن خير الشريفي ما شاء الله متقدم إلى الأداء القوي والمثير مع هذه اللحظات. نعم في انطلاق قوي ومثير. هناك المركز الثاني وجود مياس سهيل بن رملي محمد العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يا سلام على جمران حمد بن سهيل بن سالم الخيالي مع جمران في المركز الثالث. والمركز الرابع يذهب سعد لسلطان مغالب بن راشد المنصوري. تدخل هناك واضح بوجود شاهين ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي. وهنا على المركز الخامس ما شاء الله من خلال هذه الأسماء نعود مع برق محمد بن قليفة بن خميس العمري في هذا الأداء. المركز السادس إلى انطلاق المركز السادس هو ظهور اجتماع حميد بن عامر بن سعيد العمري. والمركز السابع ما شاء الله ما شاء الله واصل أرسلان سعيد بن محمد بن مينانه بن غدير اللي تأتينا في هذه اللحظات. وعلى المركز السابع الأسماء المتقدمة، ولكن نعود إلى المقدمة نعود إلى المقدمة. التغيير بالرملي 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 مع مياس غير هذا الشعار ما شاء الله وتبارك الله. ينطلق للمركز الأول في هذه اللحظة إلى المقدمة مياس سهيل بالرملي محمد العامري. الله أرسلان وصل 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 أرسلان أسعيد بن محمد بن منانه ما شاء الله يا أبو محمد على هذا الإنتاج المتميز والأداء القوي والمثير. المركز الثالث نشوف المركز الثالث دخول قادم من برق محمد بن خليفة خميس العمري على المركز الثالث. بدأت الأسماء وبالرملي عنده إصرار على المركز الأول على الصدارة على البداية رغم الهجوم القادم. الله نعم مياس اللي مصر مياس وبالرملي بعد مشارك مع مياس أيضا على الإصرار على هذه الانطلاقات. مصانع جنوب ما شاء الله إفرازات دائما الإنتاج الممتاز دائما على مدار الأيام ما شاء الله وتبارك الله. تهارينا والناموس من خلال هذه الانطلاقة سهيل بالرملي محمد العامري. سلام يا الجنوب سلام سلام ما شاء الله وتبارك الله أداء مميز وانطلاقة بالإثارة والقوة. المركز الثاني برق محمد بن خليفة خبيس العامري. المركز الثالث علي بن سعيد العمري اللي وصل في المركز الثالث. والمركز الرابع أرسلان سعيد محمد بن منانه، بينما المركز الخامس ما شاء الله الدخول جماعي والانطلاق ما شاء الله واندفاع. هنا التوقيت 4 دقائق كما يعلم الجميع أكيد من مسافة
الأربعة وثلاثة كيلومترات وأربع دقائق، ونشوف أيضا كم من الثواني، وأربعين ثانية وستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا سهيل بن رملي بن محمد العامري، تحية صباحية لمصانع الجنوب ما شاء الله. بينما المركز الثاني يذهب إلى مركز الثاني، هذا هو المركز الثاني، برق محمد بن خليفة بن خميس العمري في المركز الثاني. ثاني والنوس أربع دقائق 42 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الثالث، نشوف المركز الثالث، هناك المركز الثالث اجتماع حميد بن عامر بن سعيد العمري في المركز الثالث. والمركز الرابع يذهب أرسلان سعيد محمد بن منانة أيضا بتوقيت، هناك توقيت أربع دقائق 43 ثانية تسعة من الأجزاء من الثاني للمركز الثالث. والمركز الرابع أربع دقائق وأربع وأربعين ثانية كما نتابع. بينما المركز الخامس كانت انطلاقة خوف عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي أيضا في هذه الأسماء، والتي تحمل أيضا أربع دقائق 44 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثواني. ثانينا والناموس ما شاء الله وتبارك الله، أداء مميز وانطلاقة تحمل الهدوء مع أول الأشواط.